قبل ما نبدأ شرح إن شاء الله، عايز بس أقول لكم على بوينت كده معينة، لأن أنا هفضل أدوس على زراير كتير وأنا شغال، وفي كليكات بعملها، وفي رايت كليك وليفت كليك ومش عارف إيه، وألت وكنترول شيفت، وشوية زراير كتير جدا هدوس عليها، شوية شورت كاتس هستخدمها هقول عليها، بس للتوضيح وعلشان ما وانتوا بتتفرجوا على الفيديوز تبقوا فاهمين أنا بعمل إيه. اي شورت كات او اي حاجه بيحصل لها كليك في عندي هنا تحت على الشمال في الجزء ده هيظهر البوكس الاسود دوت بالشكل ده. دلوقتي مثلا انا بدوس كنترول فظهر عندي ليفت كنترول، اوكي. طب دوست الت ليفت الت، طب دوست الاثنين مع بعض ليفت كنترول ليفت الت، اوكي. طب دوست معاهم شيفت الثلاثه ظهروا، اوكي. طيب دوست اي حرف من حروف على الكيبورد وليكن كيو مثلا، ديت عدد المرات اللي دوست فيها الكيو، اوكي. مثلا نقول مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 سبع مرات، اوكي. طب كيو دبليو اي اي حرف من اي حاجه بعملها، لو حتى كليك بالماوس ليفت كليك بيظهر ليفت بوتن، اوكي. طب رايت right. طب الميدل، اوكي. طب لو عملت سكرول مثلا ويل اب ويل داون، اوكي. فاي حاجه هدوس عليها وانا شغال بستخدمها هتظهر عندكم في المربع البلاك اللي على تحت وقت على الشمال. طيب عشان اقدر استخدم البروجرام وابدا انحت وابدا استخدم التولز بتاعته والاوبشنز اللي هو موفرها، لازم انزل في الورك اريا بتاعتنا او اللي اسمها الكانفاس 3D Object، اوكي. طيب عشان اعمل كده اول حاجة بعملها بروح رايح على الويندو اللي على اليمين ديت اسمها التول، اوكي. بروح دايس على حرف الاس دوت او الشكل ده ايا كان، يعني هو اسمه سيمبل برش، بدوس عليه بتظهر الويندو ديت بالشكل ده، تمام. هختار 3D Sphere، تمام كده. طيب في عندنا حاجات كتيرة جدا في 3D meshes كتيرة جدا موجودة في ال area ديت، وفي حاجة اسمها 2 and half D brushes موجودة في ال area ديت، وديت من الحاجات اللي مش هنستخدمها، دي أول حاجة مش هنستخدمها ولا هنتطرق ليها خالص، لأن ديت مش مرتبطة بال 3D sculpting خالص. ديت أول ما ال Z brush بدأوا ينتجوه كان بيعمل حاجة اسمها ال 2.5D sculpting دوت، كان عبارة عن صور 2D بس تكوينها عبارة عن objects 3D ليها depths، واحدة كرة صغيرة ومش عارف مكعب كبير ومش عارف ايه والكلام دوت. فانت تشوف الصورة هي مكونة من 3D objects بس ما تقدرش تعملها rotate، هي بتشوفها صورة بس 2D، تمام. ومع الوقت والتطور والكلام دوت بدأوا بقى ان هم ايه يدخلوا سكة ال 3D في الموضوع، بدأ يبقى فيه 3D sculpting، بدأ يعملوا brushes وتقدر تنحت على ال objects وتكون الحاجات اللي هم وصلوا ليها النهاردة دي، تمام. فاحنا هنختار ال sphere كبداية. طيب احنا برضو دوسنا عليها لما عملنا كده واخترناها، بس برضو هي ما ظهرتش في الكانفاس هنا، تمام. طيب علشان اخليها تظهر لازم اروح جاي هنا كده، اروح دايس كليك واسحب لتحت، والله كده تمام. انا معايا السايز بتاعها، بروح شايل ايدي من على التابلت او من على او شايل ايدي من الماوس لو انا استخدم الماوس، تمام كده. السفير موجوده معايا فين؟ في الكانفاس او الورك سبيس بتاعتنا، اوكي. طيب عايز بقى اعمل لها روتيت واتشقلب كده حواليها واروح واجي واشوفها من بعيد والحاجات اللي احنا بنشوفها في البرامج بتاع 3D ديت، لو عملت كده دلوقتي مش هيحصل، يعني لو جيت اروتيت كده مش هيحصل، هتلاقيه بيعمل كور تانية. ايه يا عم ده اللي انت بتعمله ده؟ فين الروتيشن وفين ال 3D في الموضوع؟ تمام. هو دلوقتي فاهم ان اللي هو بيعمله زي ما قلت لكم ال 2D بتاعه، اللي هو الرسم ال 2D بتاعه اللي هو عبارة عن صورة 2D ومكونة من 3D objects، فده هو اللي بيحصل بالظبط. هو عمال يكون الصورة، انا مش عارف اروتيت بس عمال يكون الصورة ب 3D objects، تمام. طيب
عشان نلغي اللعبكة اللي احنا عملناها ديت، عشان نعمل حاجة اسمها clear للكانفاس، امسح الورك اريا بتاعتنا دي، اروح دايس كنترول ان اوكي، وارجع تاني انزل السفير بتاعتنا. طيب بس عملت كليك وسحبت وشلت القلم. اوكي طيب، قبل ما اعمل اي كليك تانية بروح طالع فوق هنا، بعمل حاجة اسمها edit object، او بدوس على حرف ال T على الكيبورد بالشكل ده كده تمام. once ان انا دوست عليها ونورت لونها اصفر كده، لو جيت كده بالقلم في اي حتة فاضية دوست كليك وقعدت الف كده، الكورة ايه بيحصل لها روتيشن. لو لاحظتوا الواير فريم بتاعها هتلاقي بيحصل له روتيشن تمام. طيب هنتكلم عن النافيجيشن بتاعت الزي براش دلوقتي، بس ديت اول طلعة كده، علشان في ناس كتير جدا هتقف في الحتة ديت ولا الكل الاوبجكت مش عايز يلف، لا مش عارف ايه اللي بيحصل، ده بينزل حاجات كتيرة جدا، ده بيدبليكيت وبيحصل حاجات غريبة، فديت اول بوينت لازم ننوه عليها. طيب قبل ما نعمل اي حاجة بقى هنبدأ ايه، نشرح شوية حاجات كده في المينيوز الموجودة فوق ويمين وشمال والكلام ده. طيب اي شورت كات موجود جوه الزبرش، في لو جينا مثلا بصينا على الاوبشنز الموجودة فوق ديت، الايديت اوبجكت انا لسه دايس عليه دوت، لو وقفت عليه كده بالماوس هتلاقي ان هو مكتوب ايه edit object وجنبيه حرف ال T. اوكي طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الهوت كي بتاعها او الشورت كات بتاعها بتاع الاوبشن دوت T على الكيبورد. لو دوست T على الكيبورد هيقول انت عايز تسويتش من 3D مود لل 2.5D مود، اقول له اه سويتش، خليها اولويز سويتش عشان ما يقعدش يوجع دماغنا كل شويه كنا بنعمل T يقعد يطلع لنا الاول ويندو ديت. لو دوسنا T كمان مره على الكيبورد هتظهر T، تختفي T تظهر. اوكي لو لاحظتوا دوس لما دوس تي وخليها تختفي، البرش هنا الاوبشنز دي كلها بتختفي بتطفي. اول ما دوس تي واخش جوه ال 3 دي مود كل البرشز ديت الحاجات دي بتظهر تمام. طيب هنيجي نشرح كل ده بيحصل ليه وايه ده معناه والكلام دوت. طيب ديت السفير بتاعتنا، علشان نروتيت ونزوم ان ونعمل كل النافيجيشن المطلوبة مننا جوه الزبرش، الموضوع بسيط جدا. طيب عشان نعمل روتيت، كل اللي انا بعمله ان انا في اي مكان فاضي هنا كده بدوس بالبن بتاعت القلم واحرك بيعمل روتيشن خلاص، او بالرايت كليك من الماوس، او لو انت عندك في البن، انا عامل الكاستمايز للباتنز بتاعت البن، انا مخلي فيها واحد من الباتنز ديت ده الرايت كليك بتاعت الماوس، فايه فبتبقى الموضوع اسهل شويه تمام. طيب ازوم ان وازوم اوت، هاو تو دو ات، الموضوع كالاتي، كنترول والرايت باتن بتاعت الماوس خلاص، واسحب لتحت واسحب لفوق، ده بيزوم ان ويزوم اوت. طيب عايز اعمل بان، او ان انا احرك الاوبجكت ده كده، بشيل ايدي مع الكنترول وانا دايس الرايت كليك بحرك كده. اوكي طيب في الحاله دي اصلا انا بالبن بتاعتي مش دايس على التابلت او البن ديسبلاي بتاعتي، لا ده انا بس ايه من فوقيها كده، هوفر كده عليها من فوق، مش دايس مش لامس اوريدي. اوكي دوس كنترول رايت كليك اسحب لتحت واسحب لفوق من غير ما ادوس، يعني من الهوا كده. اوكي بشيل ايدي من على الكنترول، بقدر احرك يمين وشمال، دوس كنترول تاني بيزوم ان ويزوم اوت. اوكي طيب فرضا ان انا عملت زوم ان كده في الموديل ده بالشكل ده. اوكي طيب لو جيت انا بقى بالوضع بتاعي ان انا ادوس في اي حته فاضيه، فانا مفيش اي حته فاضيه، كل الكانفاس اريا بتاعتي بقت عباره عن موديل، مفيش اي حته فاضيه عشان اعمل روتيت، فلو دوست كليك كده هيطلع لي مسج يقول لي to enable sculpting please convert this 3D primitive to a polymesh 3D. هو برضو لحد دلوقتي
مش فاهم ان السفير ديت 3D اوبجكت. هو فاهمها ان انت ده 3D اوبجكت، انت بس ايه هتنزله تعمل له روتيشن وتغير مكانه والسايز بتاعه مش عارف ايه، وبعد كده تخرج تاني لل2D مود. هو مش لسه مش فاهم ان انت عايز تعمل سكالبتنج على الاوبجكت ده وتغير في الملامح بتاعته، تمام؟ فعشان كده اي دوس عليه عشان تبدأ تنحت بيطلع لك الرسالة دي. طيب يا عم انا عايز اخرج من الموضوع ده، مش عارف ازوم ان ولا زوم اوت ولا الكلام ده. طيب الحل بسيط جدا، بالرايت كليك بتاعت الماوس بدوس خلاص واسحب في اي حتة بقدر اعمل روتيت، وادوس الت وزوم اوت بالشكل ده، تمام زي الفل. زي ما شفنا من شويه ان احنا اول ما بندوس على الموديل دوت عشان نبدا نسكالبت عليه بيطلع لي المسج ديت، الورنينج مسج ديت، يقول لي ان انت لا دوت مش 3 دي اوبجكت قابل ان هو تعمل عليه سكالبت، فانت لازم تفعل زرار كده تدوس عليه تاكتيفه اسمه ميك بوليمش 3 دي علشان تبدا ان انت تدخل بقى الاوبجكت دوت ان انت تقدر تسكالبت عليه. اوكي طيب فين الميك بوليمش 3 دي دوت؟ هنلاقيه فوق على اليمين اهو في التول باليت الموجوده هنا دي، تمام. طيب اول ما هدوس على الميك بوليمش 3 دي لو بصيتوا على النيم بتاع السفير ده هنا كده هو مكتوب دلوقتي سفير 3 دي اندرسكور 1. اوكي اول ما ادوس عليها بوليمش ميك بوليمش 3 دي غير اسمها هنا، عمل كوبي منها وسماها بوليمش 3 دي اندرسكور وسماها الاسم بتاعها، تمام. طيب دلوقتي نزوم ان كده، لو عملت بالقلم كده هنلاقي ان هو ايه بدأ يسكلت والدنيا بدأت ايه تطلع قماش. اوكي طيب يلا بينا نخش في الباقي. دي اول حاجه احنا نزلنا السفير في الكانفاس او الورك اريا بتاعتنا، خليناها ميك بوليمش 3 دي علشان ابدا يبقى عندي فتحت كده كل الاوبشنز بتاعه السكالبتنج وكل التولز اللي اقدر استخدمها عشان اعمل سكالبتنج للاوبجكت بتاعي دوت. زي ما شفنا من شويه ان احنا اول ما بندوس على الموديل دوت عشان نبدا نسكالبت عليه بيطلع لي المسج ديت، الورنينج مسج ديت، يقول لي ان انت لا دوت مش 3 دي اوبجكت قابل ان هو تعمل عليه سكالبت، فانت لازم تفعل زرار كده تدوس عليه تاكتيفه اسمه ميك بوليمش 3 دي علشان تبدا ان انت تدخل بقى الاوبجكت دوت ان انت تقدر تسكالبت عليه. اوكي طيب فين الميك بوليمش 3 دي دوت؟ هنلاقيه فوق على اليمين اهو في التول باليت الموجوده هنا دي، تمام. طيب اول ما هدوس على الميك بوليمش 3 دي لو بصيتوا على النيم بتاع السفير ده هنا كده هو مكتوب دلوقتي سفير 3 دي اندرسكور 1. اوكي اول ما ادوس عليها بوليمش ميك بوليمش 3 دي غير اسمها هنا، عمل كوبي منها وسماها بوليمش 3 دي اندرسكور وسماها الاسم بتاعها، تمام. طيب دلوقتي زوم ان كده، لو عملت بالقلم كده هنلاقي ان هو ايه بدأ يسكلت والدنيا بدأت ايه تطلع قماش. اوكي طيب يلا بينا نخش في الباقي. دي اول حاجة احنا نزلنا السفير في الكانفاس او الورك اريا بتاعتنا، خليناها ميك بوليمش 3 دي علشان ابدا يبقى عندي فتحت كده كل الاوبشنز بتاعه السكالبتنج وكل التولز اللي اقدر استخدمها عشان اعمل سكالبتنج للاوبجكت بتاعي دوت. طيب نبدا على اليسار من على الشمال، نبص على الكام حاجه اللي هنا دول. طيب اول حاجه ديت دي اسمها البراشز بتاعتي اللي موجودة جوه الزبرش. اوكي طيب لو دوست عليها كده
واو، فتح كده ايه ويندو كده فيها حاجات كتيرة جدا وزراير كتيرة جدا. يا عم احنا ناقصين زراير وناقصين حاجات. طيب دي بكل بساطة دي كل البراشز الأساسية الموجودة جوه الزي براش. طب البراشز ديت التول اللي انا بأثر بيها على الأوبجكت، الشكل اللي طالع هنا على البريفيو بتاعها دوت هو ده شكل التأثير بتاع البراش على الموديل. يعني مثلا انا عندي مثلا ديت براش اسمها ستاندرد براش، اوكي. طيب الستاندرد براش دي زي ما انتوا شايفين كده هي بتعمل زي الايفكت دوت اللي هو السلندر دوت كده على الاوبجكت. فانا برضو لو جيت على الاوبجكت هنا ومشيت بالشكل ده هو بيعمل نفس الايفكت، تمام. طيب هدوس كنترول زد، كنترول زد علشان اندو الحركة اللي انا عملتها دي، اوكي. طيب تاني حاجة عندنا قلنا الستروكس ديت الطريقة اللي بتأفكت بيها البراش على الأوبجكت. هنبص على أول حاجة فيها الدراج ريكتانجلر دوت الدوت. لو بصينا كده ده الإفكت بتاعها الدوتس، أوكي. هو عبارة عن إن هو بيقعد يعمل دوتس بالشكل ده كده خلاص ورا بعض، كل ما بمشي بالستروك بتاعتي، كل ما بمشي بالبراش بتاعتي، اوكي. طيب هو هنا ليه مش باين ان هي دوتس؟ لان هي قريبه جدا من بعضها، فباين ان هي ايه، خط عامله زي البرنسبل بتاعت البيكسلز في الشاشه يعني، اوكي. كل ما البيكسلز زادت كل ما مش هتلاقي ان في تكسير في الخط يعني، اوكي. فدوت شكل الدوتس. طيب تاني حاجه عندي الدراج ريكتانجلر. طيب ده وظيفته ايه؟ ده لو جينا بصينا على الالفا ديت، الالفا زي ما انتوا عارفين ان هي بتبقى عباره عن صور ابيض واسود بالاشكال المختلفه ديت اللي بطبعها على الموديل، تطبع على الموديل. فلو مثلا اخترنا مثلا حاجه نقدر نشوفها في الوضع، لو اخترنا دي مثلا، اوكي، وعملنا كده، فده الايفكت بتاع الدراج ريكتانجلر بالالفا الشكل الدائري دوت. بدوس كليك بالبن واسحب لتحت علشان يكبر السايز بتاعه، اوكي. ده الدراج ريكتانجلر، ده وظيفته كلها ان هو الالفا ديت بدوس واسحبها كده اعملها دراج علشان اختار السايز بتاعها، بعد كده اشيل ايدي من على الشاشه بتثبت مكانها، اوكي. طيب ده تاني اوبشن. تالت اوبشن الفري هاند، لو بصينا كده هعمل روتيت شويه بالرايت كليك زي ما قلنا، اروح اعمل كده، مش هتلاقوا في فرق قوي يعني، هي برضو نفس الافكت بتاعها ولكن ضعيف شوية، تمام. دوت الفري هاند. طيب الكالر سبراي والسبراي هما تقريبا نفس الحاجة، ولكن زي ما انتم شايفين الكالر سبراي هو بيعمل راندوميزيشن في الكالر، انما السبراي هنا يعني انتوا لو بصيتوا على الشكل ده كده هتلاقي ان فيه دوائر لونها ابيض، وفي دوائر لونها جراي، وفي دوائر لونها يعني جراي غامق شويه. فده الفاريشن في التاثير بتاع الستروك نفسها، خلاص. هنبص عليها برضو قدام شويه، لان دلوقتي انا عندي السفير ديت البيكسلز بتاعتها واضحه قوي، فانا مش قادر اديتيل الاشكال عليها قوي، لان الزي براش معتمد اعتماد كلي على البوليجون كاونتس. كل ما البوليجون كاونت زادت في الاوبجكت كل ما الديتيلز هتبقى اوضح. ده معناه ايه؟ طيب فكره ال 3 دي اوبجكتس عامه، او فكره ال 3 دي سوفت ويرز عامه، وال 3 دي مودلز عامه، وال 3 دي وورلد عامه، مكون ازاي؟ ازاي هو بيفيجوالايز الاوبجكتس ديت؟ ازاي هي حاجه بتبان قدامنا شكل 3 دي بالشكل ده؟ ازاي الكمبيوتر بيحسبها؟ علشان الكمبيوتر يقدر يعمل كالكوليشن للاوبجكتس دي تبدا تظهر عندنا بالشكل ده، فهو بيعتمد على حاجه اسمها الفيرتكس والبوليجونز، وفي حاجه ثالثه اسمها الايدجز، اوكي. طيب لو عملنا زوم ان كده، خلينا نمسح الحاجات دي. هنعمل هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة بالشكل ده، نغير الكالر
كلر كمان مرة. نبدأ نشرح الدوتس اللي موجودة هنا دي، دي اسمها فيرتكس أو نقط، أوكي. والخطوط الصفرة ديت دي اسمها الإدجز، واللي جواهم اللي هو بالأزرق ودلوقتي أنا بعمله بالأسود دوت، ده حاجة اسمها البوليجون أو الفيس، تمام. فدي 3 elements اللي بيتكون منها أي 3D object. أي 3D object موجود لازم تلاقي فيهم vertex و edges و polygons أو faces، تمام. دول هما اللي بيكونوا ال 3D model عامة. فال ZBrush كل ما لو مثلا فرضنا ان احنا عندنا area بالشكل ده، لو فرضنا ان احنا قسمناها كده اربع تربع بالشكل ده وجينا نستخدم عليها اي شكل من الاشكال دي، هتبقى مبكسله جدا، لان مفيش بيكسلز او مفيش بوليجونز كفايه تشيل الديتيلز بتاعه الدايره دي، خلاص. فاحنا لو جينا قسمنا البوليجونز بالشكل ده، عملنا دوبليكيت للكاونت بتاعها، فهتبدا الديتيلز تبان اكتر. طيب تعالوا نقسم اكتر، اعذروني على الخطوط التعبانة ديت بس نحاول ايه نشرح على قد ما نقدر. فاحنا كده عملنا دبل للدبل، اوكي. فاحنا كده قدرنا ان احنا نزود البوليجون كاونتس، فقدرنا ان احنا نحصل على ديتيلز اكتر في الاريا ديت بس، خلاص. فدي فكرة ان احنا كل ما نزود البوليجونز جوه الزي براش في الموديل، كل ما النحت بتاعي والالفا والاشكال اللي احنا بنستخدمها دي هتبقى هتبان سموث شويه، هتبان ناعمه اكتر كتير جدا من ما يكون الاوبجكت مبكسل بالشكل ده. طيب انا دلوقتي الموديل ده بالشكل ده كده، بدل ما اقعد اعمل زوم اوت واقعد مش عارف ايه والكلام دوت، ممكن اجي من هنا على اليمين هنا، هعمل حاجة اسمها fit mesh to view، او ادوس F على الكيبورد، هيروح مرجع السفير بتاعتي في الكانفاس بالشكل ده. هنشرح الويندو على اليمين ديت بس سريعا كده، حبيت اقولها علشان ايه ما نتعبش شوية في الحاجات دي، تمام. طيب ده بالنسبة للالفا والفري هاند. السبراي خليهم شوية قدام الاتنين دول، علشان مش عايزة يعني اقول لكم ازاي هنزود البوليجونز ونخش بقى في الويندو على اليمين دي دلوقتي، فخليهم نشرحهم قدام شوية. الدراج دوت هي حاجة شبه الدراج ريكتانجلر، بس هنا انا ما بتحكمش في السايز بتاع الالفا ديت، اكبرها وصغرها زي ما انا عايز، لا، هو بناء على السايز بتاعة البروش بتاعتي. لو بصيت على الدايرة الحمراء اللي هي حوالين البوينتر بتاع الماوس دوت، ده السايز بتاع البروش. بناء على السايز ده هو هي ابلاي الالفا دي. يعني لو جينا عملنا كده هتلاقي، بص، في حاجة عمالة ايه تبوب اب الموديل بتاعنا بالشكل ده، تمام. طيب نكبر السايز شوية. هنكبر السايز منين؟ دي هنخش على الويندو اللي فوق. الويندو اللي فوق ديت في عندنا حاجة اسمها الدرو سايز هنا، فلو جينا دوسنا كده وسحبنا يمين كده هيكبر، تمام. طيب هنشرح برضو الويندو الكام زرار اللي موجودين فوق دول دلوقتي. فدوت الدراج دوت، اوكي. زي ما قلنا خلينا في الكالر سبراي، والسبراي دوت هو بالظبط هو عامل زي السبراي الموجود في الطبيعة اللي انت بترش حاجة كده على الموديل بالظبط. يعني هو الالفا ديت هنا هو بيفرقها بعطرها على الموديل بالشكل بتاع السبراي دوت، تمام. طيب الاوبشن اللي بعد كده عندنا التكتشرز. ايه التكتشرز ديت؟ التكتشرز ديت من اسمها دي بتبقى صور ملونة بالشكل ده، خلاص. دي الصور الستاندرد اللي بتيجي مع الزي براش. اقدر امبورت صور موجودة على الجهاز عندي على الديسكتوب او على البي سي عامة، يعني اعملها امبورت جوه الزي براش واستخدمها.
طيب بستخدم التكتشرز ديت في ايه؟ ان انا اعمل حاجه اسمها تكتشرينج او التلوين للموديل، ان انا عن طريق الصور ديت اقدر ان انا الون الموديل بتاعي. خلاص، ازاي بنعمل كده؟ برضو هنيجي في وقتها هنقولها. بعد كده في عندنا حاجه اسمها الماتيريالز ديت، زي ماتيريال او شيدرز كده، شيدر بولز كده موجوده في الزي برش. يعني هم حاولوا او هم بيحاولوا ان هم يخلوا البرنامج متكامل شويه. اي برنامج 3D لازم يكون فيه ماتيريالز، لازم يكون فيه حاجه اسمها شيدرز، وفي حاجه اسمها تكتشرينج، وفي ريندرينج، وحاجات شويه كده في ال 3D سوفت ويرز عامه. فهم اي باكج 3D بيحاولوا ان هم يعملوا كل الكلام ده جواه. فهم بيحاولوا هنا جوه الزي بروش ان هم يعملوا ماتيريال مثلا كروم، وماتيريال ميتال، وماتيريال مثلا جولد، ميتاليك مثلا، حاولوا يعملوا سكن، تمام، ريفليكشنز بكل انواعها، بيزك ماتيريالز مثلا برضو كروم تاني هنا، هير برضو في هير سيستم جوه الزي بروش، فهم بيحاولوا يعملوا ماتيريال ليه، وما الى اخره. يعني في شويه شيدرز كتيره جدا كده. اللي هنستخدمه منهم، لان احنا استخدمنا للزي براش عامه هيكون بغرض السكالبتنج بس، مش هنستخدم في حاجه اكتر من كده. اي نعم، في الليفل دوت احنا هنتكشر ونعمل ريندر ونستخدم شويه ماتيريالز لغرض التعليم، لكن كبروفيشنال ارتست الزي براش بالنسبه لك هيكون سوفت وير للسكالبتنج بس. والبرامج التانية زي 3 دي ماكس او المايا او البلندر او ايا كان الباكج سوفت وير بتاعك اللي بره الزي براش، هو ده اللي بتكمل فيه البروجكت بتاعك يعني. بس الزي براش بالنسبه لك هو برنامج سكالبتنج بس، تمام. فديت الماتيريالز بتاعته. فلو مثلا اخترنا مثلا البيزك ماتيريال دي مثلا كده، هنلاقي ان الكوره بتتغير. لو اخترنا، انا احسن حاجه بالنسبه لي بستخدمها دايما حاجه اسمها المات كاب جراي ديت، دي بتبقى موضحه كل حاجه، غير الماتيريال اللي هي الريد ديت تتعب للعين، تتعب العين شويه، وبتبقى شكلها وحش جدا في السكالبتنج، بتبين الديتيلز بشكلها مش لطيف. فالمات كاب جريديت تبقى الطف شويه. اوكي، طيب اخر حاجه عندنا هنا في الـ الويندو على الشمال هنا، الكالر دوت، هو متقسم لحاجتين. في عندنا ويندو بره هنا كده، وفي عندنا ويندو جوه. اوكي، طيب ايه الفرق ما بينهم، او ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ اللي بره دوت انت بتختار الكالر، سواء ريد سواء يالو سواء جرين، ايا كان الحته اللي انت هتختارها. خلاص، والويندو الصغيره ديت ده بيتحكم في درجه اللون نفسه، سواء انت هتقربه للابيض مثلا، او هتقربه للبلاك، او هتقربه للون نفسه. اوكي، فدوت الفرق ما بين التو ويندوز الصغيرين دول. فاحنا لو جينا مثلا اخترنا مثلا جرين كده، وهنختار ايه من جوه بقى الجرين ده، نحاول ان احنا ايه نغمقه شوية بالشكل ده، فيبدأ يظهر عندي الموضوع ده. اوكي، خلينا نرجع الموضوع زي ما كان، ابيض بالشكل ده، تمام. ديت ال ايه المانيوال على الشمال. سريعا سريعا كده، احنا شرحنا البرش، وشرحنا الستروكس، وشرحنا الالفاظ، شرحنا التكتشرز والماتيريالز والكالر، تمام. وهنشرح بقية الحاجات دلوقتي.